كل سنة وانتم طيبين. رمضان شهر الفرحة، ده الشعار اللي بترفعه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان. شهر الفرحة لأنه بنقدر كمان زي ما بنستمتع وبيبقى روحانياته عالية جدا، والصوم والصلاة والعبادة، لكن كمان اجتماعيا وبالذات في مصر والدراما المصرية بتبقى جزء من هذا الشهر الكريم. بيبقى ماراثون درامي كبير، وبيبقى الشاشات الحقيقة بتستعد بشكل كبير، كواليس بتبقى موجودة، يعني كل الاستوديوهات الآن يعني في مواعيد ومنشغلة، كل مواقع التصوير، كل الفنانين موجودين في مواقع التصوير، كل واحد في المسلسل اللي بيقدمه هذا الشهر. التنوع السنة دي الحقيقة كبير ومختلف وغزير، وحيديكم الفرصة ان انتم تتابعوا المسلسلات اللي انتم عايزينها سواء على شاشات المتحدة المختلفة او حتى على منصة واتشت اللي ان شاء الله هتذيع كل الاعمال الدرامية، وتقدر تختار كده زي ما انت عايز في التوقيت والوقت اللي يناسبك وتتفرج على الموضوع اللي تختاره. التنوع بيبقى مهم ومفيد زي ما قلنا، لأن هي دراما فيها صناعة، والصناعة الحقيقة بدأت مع الدراما المصرية منذ بداية وجود التلفزيون المصري. فإحنا في مصر متعودين في هذا الشهر الكريم لمة العيلة بعد الفطار والفوازير والأعمال الدرامية المختلفة، والإحساس بأنه نقدر نتناقش فيها وإنها تقدم كل الحاجات الاجتماعية. فأعتقد دايما رمضان كان مرتبط بالأعمال الدرامية الكبيرة، مرتبط بفوازير رمضان، مرتبط بأعمال أيضا فيها كده يعني خف الدم، فيها خيال، وده اللي هيبقى موجود بإذن الله في هذا الشهر الكريم. كل اللي أنا أقدر أقوله لكم إنه الجميع الحقيقة في انتظار قدوم هذا الشهر بالبركة وبكل الخير بإذن الله علينا وعلى الأمة الإسلامية، وأيضا نتمنى الخير للدراما المصرية، ونتمنى بإذن الله إنه شاشات المتحدة تكون الحقيقة بتقدم التنوع الكبير اللي المشاهد المصري والعربي في انتظاره. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله يكون رمضان الخير ويكون شهر الفرحة. مشاهدينا، هذا العام مختلف عن كل الأعوام والسنوات التي سبقت فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك. كل عام وأبناء شعبنا بخير والشعوب العربية كذلك بخير، ولكن في هذا العام وضع خاص واستثنائي نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا، وكذلك فيما يتعلق بما يعرض عبر شاشة تلفزيون فلسطين، ليس كما جرت العادة كما أسلفنا في السنوات الماضية، أعمال درامية ومسلسلات وغيرها من البرامج في الدورة الخاصة بشهر رمضان المبارك، ولكن خصوصية الظرف والأوضاع التي يعيشها أبناء شعبنا فرضت علينا أن تكون التغطيات الإخبارية حاضرة، وكذلك فيما يتعلق بمواضيع ذات طبع إنساني اجتماعي ومعالجة تداعيات هذه الحرب المستمرة حتى هذه اللحظة. لن تغيب الدراما عن شاشة تلفزيون فلسطين، ولكن الرسائل التي يمكن أن نبرق بها من هنا من فلسطين إلى الإخوة والفنانين المخرجين وحضور القضية الفلسطينية في الأعمال المختلفة المستقبلية وكذلك خلال الشهر الكريم عبر الشاشات العربية. أكيد خميس بهذه الأجواء الرمضانية واستعداد لشهر رمضان المبارك، يعني العادات والتقاليد في الأردن أكيد قريبة من فلسطين الحبيبة. دائما نستقبل شهر رمضان المبارك بالتسامح والمحبة، وهناك الكثير من الفعاليات داخل شهر رمضان. أكيد دائما نتحدث عن التسامح وقديش إحنا اليوم بنقدر نكون سميحين بهذا الشهر الفضيل وانتظار هذا الشهر الفضيل من أجواء رمضان، من جمعة العيلة. وأيضا نتحدث اليوم عن الدراما الأردنية ودور الدراما العربية في حل بعض القضايا المحيطة في العالم العربي تحديدا. إحنا وياكم بحلقتنا لهذا المساء، خليكم معنا وضيفنا الكريم والحديث عن دور الدراما العربية في حل بعض القضايا. ويا هلا.